السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير، تابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا انتم من اليوتيوب راح تشوفون هذا الفيديو بعد ما نوصل المليون. احنا حاليا في بث المليون، وكملنا تقريبا 28 ساعه في البث، واحنا قاعدين نبث عشان نوصل لرحله المليون في التويتش. والان هذا الفيديو بينزل لكم ان شاء الله بعد ما نوصل المليون في باذن الله، يعني اذا ما خربوا شباب الفيديو زين. اللعبه راح تكون مافيا. طبعا خلينا نعرف الشباب عشان يمكنك بعضهم ما تعرفونه. ماجد العامر هو غني عن التعريف، معكم ابراهيم العامر الغني عن التعريف، ايضا معكم دحوم الغني عن التعريف، ايضا دحوم الريزان، اي تركي الجويسر ناقص عن التعريف اللي يعني ما يطلع كثير لكنه يطلع في البثوث فقط زين. عندنا هناك في اخر شيء ارفع يدك عبد الله المري حبيبنا اللزم، وأعظم وأكبر وحجماً وقدراً وكل شيء راشد الدوسري، وشنبنا اسكنور مسفرينو وأوتوتو أخوي أحمد، كذا الأمر كيوداي ثلاثة موجودين في هذا الفيديو، وأخيراً المهمش دحوم أطليحة لو سمحت المهمش لي، والأخير هو الحكم طيب. والأخير الحكم اللي هو معاذ خلف الكاميرا، خلف الكاميرا اللي مفروض انه يكون هو هنا واحد من شباب برا، لكن ما ادري ليش هو يحب يقعد برا. راح نلعب المافيا. للي ما يعرف لعبه المافيا بكل بساطه، بيكون في اللي يجيه الولد اثنين بيكونون هم اللي يقتلون المواطنين المساكين البريئين جدا، وفي شايب اللي يقدر يسال هل هذا الشخص صالح مواطن، هل هو قاتل وما الى ذلك، وفي الدكتور او الدكتوره اللي تحمي المواطنين، واحيانا كنت تحمي اشاره ما تدري ما تعرف مسكينه يعني هذا ترى دكتور تعرف. دكتور او الدكتور يعني المهم البنت اللي تجي يعني. ورقه البنت نعم. والدكتور. فيا اخوان هذا الفيديو اتمنى انه ينال على اعجابكم، واذا كان في مشكله في الصوت فاعذرونا، المايكات اللي عندنا مش كثيره، لكن ان شاء الله تطلع لكم الحلقه بافضل جوده. احنا في البث فقلنا حلو ان نسجل هذه الحلقه وتطلع لكم في اليوتيوب، اتمنى انكم تستمتعون معنا. والحين خلونا نبدا. طيب دام وصلنا المليون ترى برضو احنا نطمح للمليون يا شباب، فشدوا حيلكم معنا، اشتراكاتكم ولايكاتكم طبعا اشركم طبعا طبعا. معاذ بيطلع زي ما انتم شايفين، بيطلع شو اسمه يعني من خلف يعني كذا، يطلع راسه يطلع راسه يطلع وجهه يوزع الاوراق وكذا. طيب الحين الجميع يقفل عينه، اي واحد يغش احترموني بنطلع برا. طيب المافيا يقومون، المافيا يشروا لي على احد وانت تقتلونه، قفلوا عينكم يا المافيا. الشايب قوم، الشايب تبي تسال عن مين؟ الشايب قفل عينك. دكتور يقوم، دكتور تبي تحمي مين؟ تبي تحمي مين؟ تمام يا دكتور، غمض عينك يا دكتور. الجميع يقوم. طيب من البداية عطني واحد زهلا خير، ما قصر تعال معنا اليوم، سوالنا كرك لذيذ جدا. لا لا تقولها، يعني بقول انك مت يا احمد؟ تتوقع اني بقول انك مت؟ صحيح انت. افا ما قصرت ما قصرت. يلا صب صب الكارك يا اخي، صب الكارك 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 يا احمد. اي اوكي احنا عادي يا جماعه، في القانون عندنا ان نقول يا شايب تكلم، والمافيا برضو يقولون لك اني انا شايب وما الى ذلك، وايضا حتى الدكتور. ف لعل محاوله الحمايه للدكتور كانت فاشله، والمافيا اغتالوا احد اعضائنا وحبايبنا وصانع الكرك حقنا. شوف شباب، بما ان احمد مات حلو، فانا بستبعد مسفر، بستبعد تركي. الله زين الله زين. لن 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 اللي بيقتل اللي بيقتل احمد واضح انه من نفس المجموع اليوميين نتجمع كل ويكند تمام، فاللي قاتلين احمد يعرفونه زين. ومن اقرب واحد مصك يا احمد. ايوه ايه. فانا الحين اتهام ما بين اثنين، ما بين الطحان ما بين الريزان. حلو ايه، هذا اللي عندي. حلو حلو، بقول كلمه صرخه ممري المعتاده اللي كانت في البدايه ما قلت لكم زهر حتى النهايه. هذه صرخه يا عيال عشان تفهمون، ممري اذا صار متحمس بقوه اعرفوا انه تبي سيناريو كذاب كذاب. تبي سيناريو؟ اي عطني. هو اختار احمد اخوي لانه اقرب واحد له، يعني هو فضح نفسه اساسا. الجمع الجميع غالبا اللي معه مسكين قال دام انك نسوت هذه، يلا خلاص انا وياك.
فواضحه فزع لمين؟ مسفر ما ادري عاد وفزع لتركي. يا رجال انا ما واثق بنفسي والله انا ما واثق بنفسي. في احد بيصوت شيء؟ صراحه انا عن نفسي ترى نفس كلام الدحمي يعني حماس المري ترى يخوف. اي يعني صار خطر اللي بغى يصوت. اللي بغى يصوت يرفع يده يا شباب. لا العدد واحد صص 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 على ابو مري بس ما راح نصوت يعني بدون خلاص عدد كبير. الكل الحين الجميع يسكر عينه. اوكي المافيا يقومون. المافيا صوتون على مين؟ تختارون مين؟ تذبحون مين؟ تمام جدا قفلوا عينكم يا المافيا. الشايب قوم تسأل عن مين؟ تمام يا الشايب عينك الشايب. طيب معلش افتح عينك الشايب قفل عينك الشاي. تمام الدكتور قوم تحمي مين يا دكتور؟ تمام يا دكتور. متأكد الدكتور؟ غمض عينك الدكتور. الحين نقول الجميع يقومون. اوكي اوصل لنا الكارك يا ما زال القتل سائر في بيت واحد في عائلة واحدة. الله 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 انا من اخوي خليل جي جي انا ابو يوسف انا مات ماجد مات احلى شيء انتم بس قاعد تقتل في عائله العامر الشباب اللي اتهموه ابراهيم والدحمي وانا ماجد اللي مات ما له دخل دقيقه طيب الحين خلينا نبدا النقاش من عند تركي يلا اوكي شوفوا شباب اول شيء الان احنا قرابه الاربعه خمسه سته سبعه سبعه اثنين منهم اثنين منهم امبوستر وواحد المفروض دكتور وواحد شايب حلو حلو احتماليه انه الدكتور راح احتماليه كبيره بسبب انه معاذ كان مره مستعجل واسمع صوت خطواته يعني فلو انه بيركز على الثمانيه بيكون موضوع اتعب فاحتمال ترى الدكتور ودع حلو حلو واحتمال في الشايب ودع في احتمال برضو الشايب ودع ايه بس الدكتور اكثر يعني ولكن ولكن حاليا المري عليه شكوك كثيره اول شيء اللي كانوا شاكين فيه احنا الثلاثه يوم طلع ماجد فرحان وقاعد يقول هو شاكن فيني لا حتى ما ماجد ما شك فيه فوضع المري متوتر بشكل طويل وقوي فأنا صدق السوس عندي على المري بقوة خلص وقتك يا تركي دحوم شوف المري المري يا جماعة على قد ما أنه هو سس لكن أحياناً هو يصير ثيرد امبوست يعني هذا حقيقة يعني يعني ببزعلك كفو عليك اعجبني يا صديقي فنفترض أنه هو ثالثهم أوكي يمكن شايب أفترض أنه ثالثهم يمكن بوستر لا ما الله ممكن إبراهيم قاعد يطق إخوانه تخلص منه طيب أبو خليل والله حلو الظروف الظروف ما اسمعوك الظروف يا ابو خلي ما اسمعوك بس والله يقول والله لو انه دابي طيب عندك طيب خلي يتكلم شوف والله ترى انا عشوائيات ترى الصدق انا هاللعبه ما انا قادر اصيد احد بس مستغرب من هدوء راشد يعني ما ادري مستغرب انا قلت مستغرب اي هو مصفر اي وما طلع المشكله يعني غالبا يا ان راشد قاتل او ان صدق المري قاعد يذبح بعشوائيه ما في حل ثاني غير كذا ما في بخليل صار لي ساعه اناديك بس كنت تاخذ كرك ساعه ما سمعناك يا راشد والله جالس اناديه من ساعه والله طيب انا بقول يعني شوف الصدق بس ثواني شباب ثواني اللي بتكلم انها مقطع يوتيوب ركزوا على الكاميرا طيب بطلعان الصدق يعني انا في البدايه كنت شاك براشد بس اللعبه اللي طافت يمكن ما احنا ما صورناها لكم يا جماعه لكن على هدوءه لكن انا صدق ما ماخذ بهدوءه انه هو امبوستر برضو بمري قاعد يلقي اتهامات من البدايه ممكن مثل ما قال اي مثل ما قال الرزام امبوستر ثالث ابو خليل الصدق يعني ممكن يكون دابي لعله مجرم أنا طيب مش احس مخي متعطل طيب خلينا نسمع واخيرا الكلام من المري خوي الطبيب الدكتوره مباشره تتكلم معكم لا, لا, لا 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 امزح شباب انا اقول اللي 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 ذبح احمد وذبح ماجد من الحسا كيف تعرف طيب اللي ذبح ما لازلت مصر على الطليحان لازلت مصر على الريزان
اثنينهم يعني الدحمين الدحمي والدحمي لازلت مصر على كلامي. شفت العشوائيه كذا كلامي شوي كيف والله ما ادري كيف زين وازيدكم الشعر بيت يا سلام اخليها قنبله يعني انا الدكتوره حلو حميت مسفر في اول جوله حميت راشد في الجوله الثانيه طيب عشان تكون الصورة طيب دقيقة اوكي بس كلم على كلامك صح كل محاولاتك فاشلة ما استفدنا منها ما استفدنا منها ممكن هذا الدكتورة حميت مين إيه؟ زين ولا محاولة بقت بالنجاح لقيت سوقها يلا هاك راشد تفضل انا طيب. ما عندي شيء راشد ما عندي شيء ما عندك شيء طيب يا مسفر خيرا السلام عليكم معاكم الشايب كفو حلو انا سألت عن اثنين حلو سألت عن راشد بريء جدا وسألت عن تركي بريء جدا هذا اللي عندي قلت لكم يا شباب قلت لكم ترى اللي قتل احمد قتل ماجد حساوي خلاص اوكي خلاص بري يا احد يبغى يتكلم انا انا ما ادري حاليا الوضع الحين شكوك على الاربعه اللي هم طلحي ابراهيم ودحمي والمري حلو okay. المري قال انه دكتور تمام وكل يعني وش الفايده انه يقول لنا حرفيا لانه ما احد ما يقدر في احد يثبت انه هو طبيب ولا لا لانه حرفيا ما انقذ احد حرفيا يب خلاص ابو خليل خلا على ابو خليل ابو خليل وضعه ترى مشبوه ما هذا ابو خليل اللي نعرفه خلاص مسبر دحوم نسبر خلاص عن تركي وراشد خلاص شاف بسرعة عندك تحمي راوند خلاص اي راوند على راوند عادي تمام يلا طيب تسوون سكيب ولا تصوتون لا لا انا فضل صوت شباب اوكي اللي بيقول بيصوت يرفع يده انا بصوت عطلي حان لا اللي بيصوت بشكل عام يرفع يده ما خليه اوكي اي سبع تمام خلاص يلا سكيب خلاص الجميع يغمض عينه يا شباب الجميع يغمضوا عينكم المافيا يقومون المافيا بتغتالون مين تذبحون مين تمام يا المافيا قفلوا عينكم يا المافيا الشايب قوم تسحب مين قفل عينك الشايب دكتور دكتور بلا صح قوم تسأل عن مين يا دكتور تحمي مين يا دكتور بتشوف عن مين يا دكتور بسرعة يا دكتور تمام يا دكتور غمض عينك يا دكتور الجميع يقوموا حلو شكلي ودعت طيب في نقاش صار بين اثنين صاص بين اثنين اللي هم الدحمي والدحمي واحد منهم ودع اوكي مين اللي ودع فيكم اللي يشرب كرك الحين يودع طلحي معس مو بطلحي الريزان معس اوكي انا كل حد تتكلم الحين خلاص مالك تسولف الريزان ما تسولف انا اللي طلعت تكلم يا تعال قوم يا الريزان تعال المري محله طيب يلا الحين خلينا نبدا من عند تركي تفضل شباب احتمال ترى كبير مره انه ابو خلي على طول تنرفز تو وهذه حركاته تمام انه يتنرفز على طول اذا كان بوستر يا حلقه تمام بس في وراشد انتم اهم شيء تمام الراوند اللي قبله ابو خليل ما يتكلم ولا يقعد يحلل ما واجه المري على طول ولا اعطاه اتهامات دايم ابو خلي على المري جلد فهمتوا؟ فاحتمال ابو خليل ترى انه بوستر احتمال كبير. من اول قال عندك المري للحين السوس عليه. المري للحين. فهذول الثلاثة واحد منهم اكيد. وناظروا مين اكثر واحد انتم تشوفونه يا راشد ومسفر. اوكي. معاذ. تفضل يا مري. اول شيء شباب اللعبة تعتبر شبه انتهت. ليش؟ لان الدكتور والشايب موجودين فانتهت اللعبة اصلا. يا شايبنا. هيجيك الدور ابي الامبوستر هالمره طلع لي ما طلعت الامبوستر مشكله كبيره لا الحين اعطيكم انا ما ابي اتكلم لما اسمع الامبوستر اي انا ما حميت هالجوله انا حميت انا حميت مسفر يا شباب يلا تبون انا اتكلم اي ابي اتكلم انا بس يهمني طيب انا سالت
عن ذيبان ابو مري. ابو مري قالوا لي هالمره فعلا كنت كان عندي ساس عليك من كثر كلامك، قالوا لي لا دكتور هو الدكتور اللي يحمي. ليش تسال؟ خلاص قضى الجيم اجل، هذا قضى الجيم. طيب ابو خليل لك كلام. شباب المواطنين مسفر كذاب، لان لو مسفر ذكي ما يسال عن المري، لو مسفر ذكي وصحيح هو الشايب. معليش معليش اسمع مني، ركز معي خلني اقول كلامي لان انا بموت وبعدين بتنتهي اللعبه لو مت انا غالبا، لان ما راح يبقى الا اثنين واثنين خلاص وتنتهي اللعبه. فاسمعوا كلامي قبل عن ذا، انا بقول لكم مسفر كذاب. ليش؟ لان لو اي واحد ذكي وهو شايب ويقول المري يحميه المفروض ما يخلي يحمي المري، خاص انه ضايم انه هو مفروض ذا، خصوصا يعني قال لك انك انت سالت عن اثنين فمفروض تسال عن واحد اللي هو امبوستر وتصيد الامبوستر وتطلعه، هذا المفروض. ما تصير تروح تسال عن واحد قايل لك انه هو دكتور وجد اي. فانا اشوف وجهه نظري المري بريء في هذه اللعبه. نعم وغبي للاسف، معليش مع حب احترامي لك زين، لكن اذا تسمعون تحليلي بتتذكرون بعد اللعبه، بتتذكرون بعد اللعبه. انا اشك في مسفر شك مو طبيعي، لان سؤاله عن الدكتور وانتم يا المواطنين، انا ما ادري والله من المواطن فيكم لحد الحين، ما انا بعرف المواطن من ذا، بس مسفر كذاب، هذا وجهه نظري. اول شيء انا بتكلم على كلام ابو خليل، انت مساعه يوم في اللعبه يعني انا بمشي على كلامك، انا ماني ماخذ بكلامك كدلائل انه عادي يقدر يقول الشايب اذا هو مصرح بنفسه يا دكتور احميني وانت سويت هذا الشيء. زائدا ترى ما يكون مش مستبعد يا ابو خليل يكون هذول الاثنين هم متفقين مع بعض من البدايه، ضمنوا الشايب وضمنوا الدكتور، وهذا قام يقول لك من البدايه قاعد يلقي اتهامات اللي بالحسا، انت على اساس انك برا الحسا يعني اهدى بس وتروك انت تتم اتهامات وانت ما تدري، يعني انت ترى من البدايه هو واضح مو على اي اساس انك تقول انه هو دكتور. عادي انا اقدر اقول لك دكتور زين الحين وانا اساسا ما في اقدر، صح ولا لا؟ تسمحوا لي افجرها؟ فجرها فجرها. تسمحوا لي افجرها؟ انا الشايب. اوه شفت شلون انا الشايب؟ انا سالت عن تركي وسالت عن ريزان وسالت عن امبوستر. ايوه بس مسفر واضح كلام كلام تركي منطقي، ان الامبوستر الثاني مكان اشر عليه، الامبوستر الاول مسفر. حلو مصر هو المبوصر الاول، فانا اقول حق الدكتور احميني هذه الجوله لانك انت بريء، انا راح اطلعك المبوصر الثاني 100% راح اطلع المبوصر الثاني. خلص وقتك يا راشد. طيب شباب الحين بتصوتون ارفعوا يدكم. اي انا بصوت. بتصوتون بتصوتون ارفعوا يدكم في اربع تصويت خمسه تصويت. طيب اللي يقول خلاص بدون كلام. طيب حبه حبه ايه الحين اللي بيقول اللي بيقول على الطليحان يرفع يده. اللي يقول خليل يرفع يده. تأكد راشد. اللي يقول مري يرفع يده. خلاص انا على مسفر. اللي يقول تركي يرفع يده. اللي يقول مسفر يرفع يده. مسفر. يلا مري. طيب مسفر لك حق دقيقة كاملة تبرر ما حد يتكلم. واضح يا ابو خليل. طلحي طلحي. خلاص خلاص خلاص. مسفر لك دقيقة كاملة تبرر. طيب انا للأسف بقول لكم اياها، انا كنت متفق مع رشود يوم كنت صاصرة ابو خليل، يوم كنت تقول ليش قاعد صاصرة. كنت صاصرة من البداية أقول أنا بمثل أني أنا الشايب وأسألوه إذا أنا قلتها ولا لا. أنا قلت له بمثل أني أنا الشايب عشان نبغى نصيد من المافيا، بس أنه يجي يستهدفني، وكنت أشر دائما للدكتورة إذا جاي صوت أقول أحميني لا أشر له. طلعت أنا متفق مع المافيا من أساسه، وأنتوا كلكم انطلت عليكم الخدعة هذه وقالكم أنه مسفر هو صحيح. المافيا اللي قاعد يصوت صحيح. انا ما نب مافيا، انا مواطن، هذا اللي اقدر اقول لك. اي احنا بس نعرف ان اذا واحد مثل ذكائك وعنده الشايب مفروض وخليل مالك حق تتكلم خلاص. طيب بعرف مره ثانيه اللي بيصوت على مسفر يرفع يده. انا بصوت على مسفر. تمام المسفر جزاك الله خير ما قصرت بدون اي رياكشن بدون اي كلام. طيب الجميع الحين قفل عينه خلاص مري بدون كلام، قفلوا عينكم جميع. المافيا يقوم او يقومون ما ندري، يقومون المافيا او يقوم يحدد لك على واحد تبي تقتله. تمام يا المافيا غمضوا عينكم او غمض عينك المافيا. الشايب قوم، الشايب تسأل عن مين؟ شايب غمض عينك
دكتور او مو بالدكتور اي دكتور قوم تحمي مين يا دكتور تنقذ مين يا دكتور غمض عينك يا دكتور تمام الجميع يقومون محاولة اغتيال فاشلة ودكتور حمد من البيت حميد يسار يس كمان حميد نفسه اي طيب انهيها انهيها من النهايه الطلحي هو المبوستر الثاني ولو عشان طيب. عشان تضمنون انتم لو ما كان المبوستر ما لو انا افترض المبوستر ما حفظ طيب. في ثلاثة على واحد اوكي طيب تسمعني اتكلم اوكي تكلم طيب. انا بقول ان شاء الله كنت بقولها مساء الجوله الماضيه عشان بس المواطنين الصالحين يسمعون كلامي مسفر ناقض نفسه مساعة ترى أي قال أنا سألت عن راشد بعدين قلت راشد امبوستر فهذه وضحت 100% أن مسفر هو امبوستر الأول وانتهينا منه أول ما اتفق معاي مشيتها عليه أيوة فهمت علي فهذه وضحت أنا قلت لكم ما يصير واحد شايب يسأل يحمي أو يسأل عن واحد قال أنا الدكتور فالمري برضو دكتور هذا شيء تأكد منه الحين المشتبه به بين راشد لا تركي لا انا سالف عنا راشد سالف عني ومسفر كلهم بعد بالروت اجل راشد والطلحي وانا برضو حتى انا مشتبه فيه بس انا طلعت واحد من المبوستر وراشد طلع من المبوستر فما في عندنا الطلحي انا اشوف من وجهه نظري الشخصيه فتفضل طلحي حاول انك تبرر اتوقع مبرر محتاج خلاص احنا تبروك عشان تكون في الصوره طلعها عشان تكون الصوره لك كلام ولك تبرير دقيقه عشان نعطيه الفرصه كامله تصوتون عليه انا بس عندك شيء عندك شيء تقوله حق اول او شيء تكلم اصبر عنده شيء بيقوله خلي يقوله اول شيء طيب اول شيء شارلوك هولز طليحان بدايه اللعبه وانا صايدك حلو صايدك الطليحان كيف صايدني وانت صايدك ان شاء الله صايدك ان شاء الله اهدى اهدى قايل لك طليحان صايدك من البدايه اوكي خلاص طلع الرأي البيضاء ليش يلا 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 زين يلا انا تصريح طليحي يتكلم زين اقنعني يا طليحي اساسا اذا انت صدق دكتور وتحمي نفسك يوم قال لك راشد صوت على مسفر تراك ما صوت قاعد تتردد وراشد يقول لك صوت انت ما تبي تصوت مع ان راشد قافطه راشد قافطه وانت كل مره قاعد ترمي اتهامات من اول اللعبه على اي اساس انت اساسا راشد قال انت الحين بوستر اي انا بوستر ترى هو كان بيصوت عليك عشان كذا قلت طليحان طليحان انا الملك ما حد يتكلم مري ما تتكلم خله انا طلحي ولا تتكلم ما تتكلم طيب خله دوره خله وكيف انا اذا انا بصوت على مري وانا مصوت مع مسفر اول واحد عادي ضحيت بخويك لا مالك اوكي حقك خلصت ولا بعد خلص يمكن تركي عندك تركي شباب اذا الدكتور مين ترى تنسى الدكتور ممرّي حمى نفسه ومعاذ قال انه ناجح حلو لو في دكتور ثاني موجود هنا قال انا حميت وحميت الشخص الفلاني لانه اخر الجيم فهذا يثبت انه ممرّي طيب خلاص بدون كلام آسف حقك لي حقك على الحي والله حقك شباب أنا ولا دفع عنه هو المبوستر طيب أنا قايل لكم هدوء الله كنترول هدوء طيب التصويت اللي بيه صوت على الطليحان يرفع يده ما يبي لا شيء كلنا طليحان طيب الطليحان يتأخذ دقيقة تبرر ما في أحد يتكلم الصراحة أنا لا يسر لدي تبرير وإن كان هم يشوفوني مافيا خاص أنا بطلع يعني بسلم اللعبة وبقول إن يعني أنا مافيا يا طيب. مافيا أنا آسف جداً كلبش نفسك وركب الدورية بس يا شباب كلبون كذا لا خلاص كذا طلحي جزاك الله خير مع السلامة أوكي يلا جميعا كلكم غمضوا عينكم لأنكم فايزين قايل لكم من البداية قايل لكم من البداية المري لا تصارخ يا حمارك بدلتنا ثاني واحد سألت عنا مسفر قايل لكم يا شباب بالله كيف تحلي لي صايدهم كلهم بس والله راشد اهنيك على اللعبه طيب 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 يا اخوان يا جماعه جيم جديد ما ادري هذا الفيديو بينزل ما حد يدري مع الفيديو اللي قبله يعني لان اتوقع بيكون طويل جدا لكن عادي خليه يكون طويل جدا هذه الجوله الثانيه من لعبة المافيا معاذ هو الحكم وقاعد يوزع الكروت على الأعضاء الحلوين معاذ يقراكم ويتابع معاكم بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا سيدي الحكم يلا الجميع يشوفوا ورقته يا شباب شفتوا ورقاتكم كلكم تمام يلا
بسم الله نتوكل على الله الكل يغمض عينه، الجميع يغمض عينه. المافيا يقومون، المافيا قوموا وحددوا على واحد اغتالونه. المافيا يقومون، المافيا يقومون، اخر نداء للقاعدة ديجيتال، المافيا يقومون. تمام، المافيا حددوا واحد تغتالونه، المافيا يقومون. طيب حددوا واحد تغتالونه، حددوا واحد تغتالونه ولا بغتالكم انا الحكم. المافيا طيبين بزيادة شباب. تمام خلاص غمضوا عينكم. الشايب يقوم، الشايب تسأل عن مين؟ الشايب الشايب غمض عينك. الدكتور قومي، الدكتور، الدكتور بتسأل عن مين؟ بتحمي مين؟ تمام يا الدكتور، غمض عينك يا الدكتور. الله يهديك بالمافيا. آخر مرة صوتوا على مين يا المافيا؟ آخر مرة. تمام خلاص غمض عينك يا المافيا، معليش. تمام يلا الجميع فتحوا عيونكم. ايش دعوة؟ مدامك تكلمت يا دحوم قم مرة واحدة. لا سريع جدا رزاق، باخذ دارك الخوي. ازهلني يا شيخ، ابى اجيب دارك يا خوي، ازهلني ما عليك. والله مسكين دحوم مرتين على طول. والله دحوم سريع جاي لك، خلني ورا. تفضل تفضل. شوفوا يا اخوان، شوف انا ماجد ركز معي راشد، انا اقول لكم ما تصير خلافات كذا بين المافيا وانهم يفحون انهم يعرفون بعض، كل واحد قاعد يعاند الثاني. فاشوف انا بحكم خبرتي ولعبي معهم وهم مختلفوا عن اثنين اللي هم راشد والريزان، انه يطيرون واحد فيهم. فانا بشك، ايه بشك فيهم اثنين، هم الصراحة قاعدين جنب بعض حاليا وفي النص، فانا بحط سلسة كبير عليهم. اي نعم ايه، لان انا عارف دي حركات، حركة اختلافات يعني. اوكي يا جماعة، يعني متردد ساعة يفتح فيك متوتر بمري، يعني عارف بمري لا توتر معناته هو بوستر على طول مافيا. لا أنا عشان الكاميرا تصوير. يعجبني يعجبني. طيب انا عندي تعليق. تفضل. لا تقول لك شايب على اي احد. لا تقول لك شايب. لا مواطن حر نقي جدا. طيب تفضل. لكن حمامة بيضة. ايه حمامة سلام. اللي بقوله اتوقع ان المافيا تلخبطوا لان في مافيا قدام ومافيا ورا، عشان كذا مو بعارفين بعض، فقاموا يأشرون او حاجة ومو بالتفكير مع بعض، هذا اللي سبب طول الانتظار حق المافيا. اما ما في مشكلة، ممكن صاروا المافيا مع بعض الآن قدام، بيبين في التيرن الجاي، لكن كساس ما عندي ساس على أي أحد صراحة. صح. بس عندك شيء تبي؟ في أحد يبغى يقول من أول راوند؟ في أحد يبغى يقول شيء يا شباب؟ تركي. تفضل. لا طلع. تكلم خلاص. معلش فريدي تمهل وضعك ها؟ تركي. عندك شيء؟ الوضع. تمام. يلا أبو مري أصبر ما تتكلم المري. تبغى تتكلمون؟ إيه. أول راوند يا شباب. إيه معلش خلي يتكلم. قاعد يتكلمون الرجال. تكلم انا. طيب اول شيء يا شباب، واضح مع احترامي للطليحان، واضح ان الامبوستر واحد قدام واحد ورا، بس كلهم معندين، بمعنى ان تركي وطليحان مبراضين يتفقون في الاخير، اتفقوا على من هم يبغون يطيرون مسفر زي، وتركي اشر على الدحمي. فهمت علي؟ ركز معي، هم يبغوا يطير ابو داحم، بيطير مسفر، وتركي بيطير شو اسمه الريزان، فمختلفين. فمعاذ يقول يلا اختاروا من، اختاروا من. فاللي عاندوا مش لانه واحد قدام واحد ورا بس، لا لان كل واحد منهم في راسه، يعني هو ماسك راي بنفسه. ومنطقي ان تركي ياشر على جنبه، هذا رايي انا. ممكن تركي يبرر خلاص. طيب انا ما تكلمت. تفضل. نعم تبريري اول شيء، يعرفون راشد ومسفر انه انا من النوع اللي اذا واحد حط اتهام على شخص ولا حط تأشير على شخص، أنا أمشي بالرأي معه، أقول خلاص قدام ما راح أقدر أناقش الوقت طويل. هذه واحد. اثنين، المري أخذ نفس قصة
الطلحي وغير الأشخاص، معناته يثبت أن هذه النظرية احتمالها كبير لأنه قاعد ينسخ نفس القصة، ما طلع بقصة جديدة. شو ما فهمت يعني؟ لأنه عاد نفس الكلام، فاحتمال كبير أنه هو واحد من الإمبوستر، تمام؟ وكان وراء وشايف نفس المنظر، فعشان كذا قال نفس الكلام. مالك حق أي هذه بس مالك حق إذا صار تصويت عليك تبرر. لا بس لأن القصة مو نفس القصة. إذا جت تصويت تبرر. أنا خلاص. عندي صاص على رشود. مسلم تكلمت خلاص موجود فيه طيب. ماجي تبغى تقول شيء؟ هذا شخصية. اسمع إبراهيم. على الصدق الصدق يعني كلام مسفر أقنعني يعني سالفة إنه في واحد قدام واحد وراء في احتمال كبير صحيح، بس هل صدق كان المري هو وراء وجا قدام؟ هم تهمينك الحين معي. أنا أقول لك يعني كلام مسفر كان مقنع جدا في هذه النقطة، فلأول مرة أحس إني ما بشك في مسفر، ما أدري ما أحس إنه. هل صدق كان مرة صدق كان هنا راشد. لا ما يسمعونك قبل الأمريكان ورا وجا قدام بعدين جا قدام توا اي فجاء الكلام بعد ما جاء مري قدام. لا هو يقول لك يوم جاء وقت القتلة كان في واحد ورا واحد قدام فكلامه تفسيره منطقي يعني بس ممكن يكون المري صحيح ما ادري انا ما ادري بس اقول لك ممكن يكون المري صحيح ماجد لا لا انا بسوي سكيب ما عندي شيء خلاص اللي بيصوت يرفع يده اللي يبغى تصويت بشكل عام تمام خلاص خلاص بدون بدون أي كلام الجميع يسكر عينه الجميع يا شباب الجميع قفلوا عيونكم تمام المافيا قوموا المافيا حددوا لكم على واحد مافيا حددوا لكم على واحد مافيا تمام يا المافيا سكر عينكم يا المافيا شايب قوم شايب تسأل عمين شايب قفل عينك الدكتور قوم دكتور قوم تسأل عمين بتحمي مين تمام يا دكتور غمض عينك يا دكتور قوموا يا شباب للأسف للأسف قول قوموا يا شباب لا لا تقوم أنت ولا اللي جنبي أسرع ولا أنت ماجد اسمع انا شوف الصدق يعني انا عارف رشود يا ابو سيف اذا هو مواطن ولا مبوستر حلو دقيقه بس بخلي شيء فانا اقول لكم انا اقول لكم انا اقول لك انا اعرف انا عارف راشد اذا هو مافيا وعارف احمد تعرف خبره وعايش معهم انا متاكد اي متاكد وعندي يقين هم دائما كذا يختلفون مع بعض ويفهمون هم انا اقول لك ايش السبب دائما ابو خليل ابو مري كذا اذا جاوا يحددون شخص يكون في جدال بسيط او يضيعون مع بعض ما يكون في كيمستري بينهم فانا اقول لك ابو مري اكيد متاكد منه 100% يا اخوان انه هو امبوستر مع ابو خليل خذ العلم مني انا اعرفهم اخوياي عمر يا جماعه ما حد يفلم كذا الا هم انا اقول لك شيء على كلام ها لا 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 انا ماني بشايب انا مواطن بريء حمامه امشي حالي بس انا اتوقع واحده من القصتين صحيحه سمحني ابو يوسف لا لا بس اتوقع واحده من القصتين صحيحه يا مري يطلع واضح انه مش مع بعض مع ان المري شاطح مره بقصته والسيناريو اي بس شوف شوف مره هادي وشوف اللي واضح لي انه واحد مخوفني اللي واحد يوم دافعك يا شباب اللي واضح لي انه واحد منهم بوستر ترى المري وطلحان واحد منهم بوستر والثاني مواطن بس عاد شغلوا حنكتكم تكفون شوف انا ضامنك واذا شايب موجود تكفى سال عن المباراه الجايه عشان ابي اتبر انا ضامنك بس انا هو شايب بينفعنا شايب انا اتمنى ينفعنا. ان الدكتور ما مات اللي يحمي الشعب اتمنى والى الان ما بين شيء انا اتوقع اني اعرف الدكتور دكتور خلاص وقف النقاش ما في خلاص انا قاعد اتكلم يا معاذ انت قاعد اقول فاء قمت انت قلت خلاص فاء نهايه نقطه تفضل زين اللي بقوله كلام طليحان ما في سبب واضح انت تقول بس اخوياي نعرف هل عندك اساس
انك تحط عليه سبب معين، شفت اكشن معين، قالوا كلمه معينه عشان الكاميرا يقول. ابو خليل في البدايه قال له شلون عرفت انه جاء قدام؟ نكب نفسه اساسا ابو خليل، هنا زلك ابو خليل، ابو خليل زلك هنا جاب العيد. انا متاكد انه هم اثنين، هم متاكد انا صوب من الحين يا حكم. هذا التاكد من يوميات الاستديو. انا اعرفهم دولا. اي اي شلون بتقول كذا وشلون عرفت انه جاء قدام؟ الا معناته انه هو قويه. انا اقول لك شايب، شايب تكفى اسال عن البقره يا شايب، اسال عن الذهب تكفى. اسف على الكلمه قهرني شباب. شايب تكفى اسال عنه، اسال عنه انتصار اسطوري. بالنسبه لراشد الشايب اذا كان سال الان، المفترض انه سال عن اثنين صحيح، دائما امام. فاذا هو مبرئ اثنين يقول لنا منهم الاثنين اللي براهم عشان نضمن، احنا نضمن من الاثنين اللي براهم ونشوف هالكلام طلوح صحيح عن طريق انه واحد فيه امبوستر ولا. من كثر الساس اللي على ابو مري المفروض انه سال عن ابو مري الشايب. انا اختلف معك، انا اختلف معك يا مسفر، انا افضل انه يسكت ويسال اكثر. لسه احنا انا باقي سبعه، باقي احنا سبعه والقتله اثنين، باقي في خير. طيب في احد بيتكلم زياده؟ اي انا بتكلم عشان تكلمت واحدة. من قبل لما ابو خليل لا ما تكلم. انا ما تكلمت. انا شوف يعني انا شيء واحد مستغرب منه طبعا، ما لي بحط شبهات ولا شيء. مسفر وراشد عاده ما يطولون في اللعبه، ما ادري ايش يطولوا هاللعبه، بس هذا اللي مستغرب منه بس. استغراب بس، ها استغراب. اي استغراب، استغراب، استغراب فقط. طيب ماني بشك فيهم ولا ايش من القتل. اقول لك خلاص المري، خلاص دحوم المري تكلم بسرعه. ابو طليحان انا الحين وانا ناظر الكاميرا تقول للشباب انت ايش دخلك، ايش اللي مأكدك انهم 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 مواطنين اللي جنبك ذولا؟ طيب يمكنهم بوستر. طيب لا مواطنين، دحوم هذا حكيم، انا متاكد. انا ناسك. شوفوا انا متاكد ومتيقن اني انا اعرفكم، وانتم يعني مو يوم ولا يومين يا ابو مري معي، اعرفك انا، اعرف خويك. شوف الثقه، اعرف مخلي الثقه اللي عندك واحد من اثنين، يا شايب يا امبوستر. اذا انك شايب تكلم. شوف يعني انا اذا انك شايب تكلم، انا مواطن شريف. انا شوف انا مواطن شريف. طلحي تكلمت انت يا طلحي، اذا جاء التصويت بيكلمون خلاص. طيب شباب تركي، تركي خلينا نسمع من تركي. ايه شباب الراوند اللي فات يوم طلحي كان بوستر كان ما يسولف ولا يهاجم اي احد، صحيح كان مؤدب. الان دم مو بمبوستر قاعد يهاجم، هذه نظرتي. تمام يوم نظرتك قبل شوي يوم عشان اعيد وش نظرتك يوم كان قبل شوي مافيا كان ساكت هاجد، الطلحي يهاجم اذا كان مواطن. تمام خلاص ما في احد يتكلم. اوكي ما في احد يتكلم، انت تتكلم. لا بس انا بديت اشكنا فعلا طليحان. تمام بريء. تمام الحين في احد بيصوت يرفع يده، إذا أحد يبغى يصوت يرفع يده. أنا معكم. إما قناة الذيب ولا فقرة. طيب نمشي حبة حبة. اللي يقول أبو خليل يرفع يده. الغراب إيتاجي هذا، أنا أوريكم فيه. شوف يا عيال أنا بيصير ثيرد إمبوستر ما عندي مشكلة. أبو خليل. خمسة أبو خليل. أنا يمكن أغير صوتي. برر. أنا بطلع بطلع ما يهمني عادي وخلي. لا دقيقة بس أنا بتكلم. اتكلم حقي لو سمحت. يقول لا بس انا لو طلعت، لو طلعت انا اقول لكم مسفر مشتبه فيه كبير، لان متعود مسفر ما يطول، بس هذا اللي انا اشوفه وجهه نظري. ويا شايب اذا انت موجود تكفى تكلم الحين قبل عن يقل العدد اكثر واكثر، لان بيفيدنا كثير لو انك موجود وعلى قيد الحياه قبل عن يطيرون واحد بريء مسكين زيي. فاذا انت موجود تكفى تكلم، واذا انت ميت كلبس نفسك وركب الدوريه. في احد سحب صوته على ابو خليل؟ اللي يقول ابو خليل يطلع برا يرفع يده. مع الأسف تأكدت أكثر. خليل جزاك الله خير، تفضل بار. السلام عليكم. طيب بدون أي رياكشن، بدون أي كلام أبو خليل، واحد يجي قدام. أوه المبوستر وصل عيال. تمام المبوستر وصل. أنا هذه مشكلتي في هاللعبة على طول. طيب المبوستر خلاص بدون كلام شباب، يلا الجميع سكروا عيونكم دون استثناء، الجميع يسكر عينه. سكروا عينكم يا شباب. ما في قوم أو قوم، تسأل أمين يا المافيا أو واحد أو اثنين ما ندري. خلاص أو بلا صحة التحميل. تمام يا المافيا قفل عينك. الحين الشايب قوم، تسأل أمين يا الشايب. جميل جدا يا الشايب، جميل، وقفل عينك يا الشايب. دكتور قوم، تحمي مين يا دكتور؟
الطب مين يا دكتور؟ جميل جميل جدا ايضا. قفل عينك يا دكتور. قوموا بشكل سريع طلحي برا. اوه شيت الامبوستر طلع. طيب الحين من صالح الشاي بيتكلم. الامبوستر طلع يا عيال. سأل عن ثلاثة أو أربعة. شيك تطلع حنطية. سأل عن أربعة. شايب أنت سألت؟ هذا إيه أربعة. لو سمحت أنت سألت كثير. شايب إيه لا. الشايب إذا ما تكلم الآن أعرف إن الشايب أوردي مات. لقى حتفه على قولتهم. فأنا أتوقع إن الشايب كان ماجد. من الممكن إنه كان ماجد الشايب وطيروه من. أي شوف الطلع أي حطوا اثنين. أي أبو مري. أبو خليل. اعتقد ابو خليل كان قائد. انا احتاج اسمع من ابو مري تبرير قوي حاليا ولا انا بصوت عليه صراحه. حلو. لان اللي طارب ابو ريحان. حلو. اول شيء من مصلحه القتله اني انا ما اطلع لان انا بيج صوص. انك صحيح. تطلعني انت هنا قللت الدائره وخاصه نحن خمسه. يعني لو انت طلعتني ما تستفيد شيء. بتنكشف اللعبه اصلا. لو انا طلعت اللعبه لو انا الحين طلعت بينكشف منه الامبوستر مباشره. ليش ممكن اذا انت طلعت الحين خلاص انتهى؟ لا انا لو انا الان موجود بدال ما يكونوا اثنين امبوستر التركيز عليهم من ثلاثه لا بيصير التركيز اذا في مواطنين اثنين مثلا تركي وانت مواطني مثلا زين بدال ما تركز على احمد وتركز على راشد لا انت الحين مضطر انك تركز على احمد وعلى راشد وعلي انا برضو لان انا موجود الان فمن مصلحته الامبوستر انه يخليني انا زين. لا احتاج اسمع الكل يتكلم ترى كلكم ساكتين ادوار بس انا مستحيل الكل ساكت. انا والله شوف بمري انا اشوف كلام طلحي صح الى الان. حلو. مع انك ترك محنك يا طلحي اكيد. انا حتى انا صراحه انا والله صرت اخاف من تركي. انا كنت بقول ان الطلحي جاسوس بس ما اعرف مصر يقول ماجد يمكن. هل هو الطلحي يمكن سأل آخر شيء وطار؟ إيه لا تتكلم قسم بالله لو هو شايب لا تتكلم. كنا بيحفظ عشان يسأل. لا بس خلاص إحنا خمسة بنصير خمسة. لأن أنا حسيته قبل شوي واثق بزيادة مستغرب. هو واثق عشان كذا قلت أنا أشوف المري على ثقة الطلحي. طيب في أحد يبغى يضيف؟ لا المري لسه مش متأكد بس كنت بقول شغلة. قبل كان مهاجم المري قبل بخليل. صح. في أحد يبغى يضيف؟ بس ترى اي بس اي صح كنت بقول شيء صح ذكرته اللي كنت بقوله ان تحليل مسفر طلع صح على ابو خليل اتوقع انه صاده قلت غراب قبل شوي غراب اي فاعتقد انه صاده قنصه هذا شيء اعتقد خليل زلق من اول راوند لما قال شلون جاك قدام ها اكيد كلامه طلع شو يقول ابو احمد شو تقول اعتقد انه مسفر بريء هالراوند وليش تبريني انت على صيدك ابو خليل بس وش دراك ان ابو خليفه انا صدته على كلام قبل شوي طيب تروك تكلم خلاص اول سؤال بس اللي راشد ومسفر اللي هو ليه انت صوتوا على ابو خليل كان المفروض المري هذا اللي سؤال وش سببكم كان على ابو خليل انا عن نفسي لان انا شفت ابو خليل بالبدايه زلق لما قال ورا شلون جاء قدام قلت واضح انه هو تو جاي قدام بعد الجوله فانت كيف تقول ما ادري اوكي فانا حاط عليه اساس من البدايه ومسفر والمري اكد لي كلام اللي هو طلحي اوكي ومسفر انا لما جاني ابو خليل ولف كذا علينا قال انا عندي بالعاده رشود ومسفر ما يقعدون وانا مستغرب انهم الى الحين قاعدين انصدت من ذي اي انا هذه زلق فيها ابو خليل قلت هذا ابو خليل هو اصبر ما خلص كلامي شوفوا يا عيال انا تقدرون تقولون اني بديت اثق براشد اكثر واحد ليه راشد لو انه بوستر ما جاء قال تركي يشاكم فيه لو انه امبوستر فهمتوا ليه لانه راشد لو انه امبوستر كان طيره مو قاعد يقول اللي شكيت فيه ليش غالبا حقات شخصيه وسنين غابره ومليئه بالمشاكل حلو فغالبا انه راشد سليم مسفر ما ادري مسفر دائما يحب انه يخش بكل مكان يعني شاف واحد منا بيطمعه كل شيء حرفياً هو شاطر برضو أحمد أنا استغربت إنه على طول وافق على كلامي مع إبراهيم والمري غريبة المري كيف دي صوص يعني كل بس الروندات اللي قبل صوص فهذول الثلاثة أنا مبتلش بهم شو إيش تعليقك علي أنا بس قبل شوي إيش فيني أنا أنا استغربت إنك وافقت رأي أنا وطلحي من أول راوند اللي هو يوم قلنا إنه إبراهيم وش اسمه يوم المري جاء قال يمكن طلحي وتركي هم اللي ورا وقدام
تذكر يوم وافقتها؟ لا لا ما وافقت، قلت واحد من الروايات صح، واحد من الروايتين صح. قبلها قلت منطقية. أنا مستغرب. لا لا قلت منطقية، واحد قدام واحد ورا بس. بس عشان آخر عشر ثواني أنا صراحة صار عندي سس على أحمد أكثر من بومادي. طيب خلاص المري تكلمت المري صح؟ لا بقول شغلة بس. أنت تكلمت، نخليها الراوند الجاي إن شاء الله بإذن الله. طيب اللي بيص إذا كانت تبغون تصويت ارفعوا يدينكم. إحنا خمسة. تمام. يعني بدون تصويت. هو قاتل واحد. ثلاثة. اللي يقول تصويت ارفعوا يدكم. بس بقول كلمة أخيرة. ما بدون كلام حاليا. طيب اللي يقول تركي يرفع يده، اللي يقول المري يرفع يده. يا اخي يخرب بيته. المري يرفع يده. المري عادي. طيب المري لك دقيقه كامله برر. طيب اول شيء مسفري يمينك تركي كفو. اول حاجه الاول شيء بقول لكم شغلتين. الامبوستر ما بين احمد وما بين راشد، هذا واحد. النقطة الثانية راشد إلى الآن ما طلع. النقطة الثالثة أنا الدكتورة وآخر جولة حميت فيها مسفر. وركزوا معي، ركزوا معي. أحمد يقول يوم شاف راشد رفع يده قال يلا أنا معك يا راشد. متى الحين دقيقة خلنا نكمل كلام. لا بس أسأل. راشد مصوت علي أنت رفعت يدك مع راشد على طول. من البداية رافع يدي عليك. فهمني خلنا نكمل. طيب لا تقاطع. تقاطع. هاي النظام أحمد لما يكون بوصل يقاطع. صحيح. السؤال يطرح نفسه. راشد الى الان مستمر مع اني ترى ما حميته للجوله الاولى، بس راشد ترى على فكره يوم كنت بجنبه حميته بس الجوله الاولى. اخر جوله انا حميت فيها مسفر، اللي الجوله هذه انا حميت فيها مسفر. من مصلحه احمد، مصلحه راشد اني انا اجلس عشان الجوله هذه، لان الان لو صوتوا علي خلاص فازوا هم 2-2. اكيد أي. صحيح. فانا اقول لكم يا شباب مش من طبع راشد، زي راشد من نوعيه اللي يحب يحلل كثير. راشد المره هذه اطلحان قال المري خلاص يلا فلان طلع المري. فانا اقول لكم اذا بتصوتون صوتوا على راشد لاني انا الدكتوره. خلاص طيب دكتور ما لك كلام مسفر معليش ما لك التصويت الحين طيب. ما في نقاش التصويت. ما في نقاش في التصويت. اذا في الراوند الجاي الحين اللي يبغى يصوت على المري يرفع يده. تمام تركي اذكر الله خلاص ما في اذكر الله تركي خلاص نسوا عليكم الجميع ينام. الجميع الجميع ينام. مافيا قوموا او قوم ما ندري تقتل مين يا المافيا. تمام يا المافيا سكر عينك او عينكم يا المافيا. الشايب قوم تسال عن مين يا الشايب، تقرر عن مين يا الشايب. هسه مجزوز طالع من زمان جدا كفر عينك يا الشايب. ذكينا تذكية خرافية. دكتور قوم تحمي مين يا الدكتور؟ تسيف مين يا الدكتور؟ تنقذ مين يا الدكتور؟ تمام يا دكتور الله يا يفر عينك يا دكتور. قوموا إلا مسفر لا يقوم يودي. انت حاسبهم خلص باقي بوستر واحد. حاسبهم خلص باقي بوستر واحد. أنا أعتقد المري خلاص صادق كذا واضحة إن الدكتور تتكلم من أول واحد. شباب واضحة إن مسفر اللي بيطير. ليش؟ الله يصلحهم المواطنين خلوني اطلع الورقه الرابحه اللي راح اضحي فيها في مستر مع الاسف. صحيح زين وما تقدر تحمي مره ثانيه ولا راح اقول اني انا الحين ترى حميت فلان لان ما راح تلعبها علي يا امبوستر. مو بس كذا ما راح نسوي شيء اساسا. ما راح اقول تراني حميت فلان ما راح اتكلم بس اني مضطر اني اقول الورقه الاخيره اني خلاص راش من سنتر داق السبرنت يا جماعه وراش مش من طبعه يرقل تهماته بس يعني طلحان اللي هو باني كلام على طلحان. طيب طلحان طلع طلحان مات كيف تبني كلامك يا راشد؟ هذه سقطة أصلا في كلامك يا راشد. بس أنا حبيت إني أسكت عشان الشباب أقول شو فيهم عيال ترى راشد قاعد يقول بناء على كلام طلحان. يعني يا ركزوا شوي طلحان طلع واضحة صريح ما يبي له واحد اثنين. المايك عندك. لا خل راشد خل راشد يدافع. أنا اسمع راشدي. أول شغلة إيه عفوا لأن إحنا كلنا يم بعض فنحس باللي حول. أنا حسيت مسفر يتحرك لما كان يقول دكتور عشان كذا أنا مطلع مسفر من الحسبة وكل مرة مرتين ما تحرك وثلاث مرات تحرك عشان كذا أنا قلت أن مسفر هو الدكتور. أو لما قال الدكتور أنا حسيت مسفر مساء لما كان بيتكلم كان بيقول أنه هو الدكتور وكان بيكذبه بس ما كان يقدر يتكلم وقت التصويت. مو معقولة أن الطلحي كان حاط بيكسوس على المري بعدين طلع أبو خليل. طيب والمري شكوكه الى الان موجوده ليش تبرى؟ ليش سحبنا صوتنا اصلا عنه؟ وحتى لو طلعناه من ساعه لو طلعناه
كان بتصير اريح لنا احنا. ليه؟ لو طلعنا واحد يقول اربعه من القاتل ما راح يفوز حتى لو طلع واحد، بس لما يكون خمسه وقاتل قتل واحد ونطلع واحد سهلنا طريق للقاتل انه راح يقتل واحد زياده، ولو صوتنا على واحد ثاني راح يفوز. صدق مين تروك؟ شباب شوفوا، اذا كان مسفر هو الدكتور حلو، كان وقت المري جاء قال دكتور مسفر، ما قال انتظر لين المري ينتهي، لا كان سالم او عطاك قال المري كذا لحظه ماجد. التصويت إيه والنقاش، لحظه التصويت مسفر ما يتحمل، ما يقعد واقف، ما لحق يتكلم، ما لحق يتكلم. انا تروك شريت من المري، ما يتحمل انه يوم ما يتكلم. انا شريت من المري اكثر من راشد صراحه، انا احس راشد تغير كلامه شوي مو طبيعي. بس تفضل احمد تسمح لي بكلمه، بس تسمح لي بكلمه يا احمد. يا اخي لا تبكي على لبن مسكوب، هذه حكمه ابو خليل يا راشد. انت خلاص هنا وقعت انت. انا حسيتها كذا. اي اطلحان مقتول يا راشد، مقتول. اي قتل يعني كلامه صح. اي صح يطلع. ليش يطلع طيب؟ ليش يطلع؟ زين ترى انا في الجوله هذه ليش يقتلونه الماكل؟ انا في الجوله هذه المعلوميه، ترى انا حميت الجوله هذه، ترى انا حميت احمد على فكره، لان احنا الان راح نسوي عليك. انتوا شريتوا من كلام مالي، صوتوا علي. اي صوتوا علي، صوتوا علي والله. شباب ثقوا في كلامي، لان الان راش قاعد يبني فرضياته. لحظه، راش يبني فرضياته انه مسفر، المفروض مسفر لو اني انا تكلمت كان على طول كان بقه من ثمه على طول، ما انتظر اصلا حتى ما عاد يعطيه فرصه انه يتكلم، كان قال سلامات انا الدكتوره. لا يا راشد صدعت، اقسم بالله صدعت. لا 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 دقيقه ما عاد خدمنا اربعه، خلينا نتكلم زياده شوي. كل واحد تكلم مرتين ترى. اي ابي احمد اسمع منه، احمد دقيقه ما سمعت منه يسولف. انا قلت تكلم قبل شوي، قلت انا في البدايه شريت مع المري، يعني شريت كلامه انه هو الدكتور فعلا. ملاحظه راشد يوم قال مسفر رفع يده كان بيقول هو الدكتور، قلت له طح فيها راشد، راح خلاص راشد هو القاتل، انتهينا. سلام عليك. زين، لكن انا ما كنت متاكد، ما كنت مركز هل كان فعلا يقدر مسفر ينكر ولا ما كان عنده وقت. انا اذكر كان رافع يده كان معاذ يمنعه. معاذ يمنعه لانه وقت تبرير مو وقت كلامك نقاش. انت نوعا ما صحيح انه صدق مسفر مستحيل بيسكت لو انه هو الدكتور. أنا صراحة شريت على المري أكثر، أحس إن راشد هو القاتل، هذا وجهة نظر. تدري وش المشكلة؟ المري بس الراوند اللي تو سمعته يتحرك يوم قال الدكتور، سمعت عارف صوته 10 ثواني وينتهي النقاش. صوت ثوبه بس مضبوط، بس الراوند اللي تو اللي قبل كله، كل الراوندات اللي قبل ما سمعته مستحيل. 5 ثواني وينتهي النقاش. ما سؤال بسيط لك، وش مين اللي حميت قبل الراوندات اللي قبل؟ تركي. قال بس أقول لك خلاص، لا ما تقول خلاص، أنت الوقت معليش. تبغون تصويت ارفع ايدينكم. تصويت شباب. خلاص تصويت. تصويت يعني انت تصويت، لا تصويت. طيب طيب حبه حبه نمشي فيها، اللي يقول راشد ارفع يده. خلاص ما فيها. بيصير تعادل، لازم خلاص نطلع. اسف راشد. تمام خلاص نزل عينك راشد، تبغى تبرر؟ احنا فايزين اعطوني فرصه اتكلم. تمام اصبر خلاص. قوم خاتمين، فازوا المافيا، احمد المافيا. انت جاسوس؟ مين مافيا؟ والله كفو يا ابو خليل. بس دقيقة باقي انا ممكن احميه. طيب لو قتل واحد. لا باقي شباب، ما انتهى يقدر يحميه. لا شباب ترى نفسي. طيب باقي انا ما انتهى شباب، ترى ما انتهى، يمكن يحميه. ما انتهى شباب، اجتمعوا. انت شوف، حتى لو فرضنا انه يقدر يحمي نفسه، لو اقتل خلاص فاز. لو خلاص الموضوع ما ندري من كان بيقتله اصلا احمد، وخلاص الشات كله قال انتهى الجيم. بس والله والله احمد هنيك احمد. انا شكيته في البدايه، انا شكيته واستغربت انه مشى معي. تمام بناخذ من الكل. اول شيء ابو خليل ايش رايك في اخوك؟ بنختم عشان بنختم. اوكي يلا ابو خليل ايش رايك في اخوك؟ اول شيء اهني احمد اخوي صراحه. كفو. انا طبعا للامانه عرفت ان ماجد شايب لانه تحرك يوم قلت شايب، حسيت فيه تحرك. عرفت عشان كذا صوت على ماجد على طول، لاني كنت بفضحه. يوم قلت لك على ماجد انا شفتك مصر، قلت خلاص عرفت انه شايب على طول، فطيرته. انا غلطت الله حق في شغله واحده، يوم اني قلت ذيل ما طلعوا هنا جبت العيد. انا جبت الساس عليك. على فكره انا سالت عنك وقت انك مواطن، بس ما مدني ابري في الجوله الاولى، قلت بصيد مافيا. انا نزلت بس سالت عن ذوق المواطن الاول والثاني. الثاني انت صدته. قلت طيره
برافو برافو احمد اخوي صراحه ابدع في هذه اللعبه. انت كنت المافيا صح؟ اي انا واحمد اخوي. انا ما فتحت عيني في البدايه. اسوء مافيا ساعه يختار واحد. احمد مصحى لانه كان يظن ان الولد هو الشايب. نعم يظن ان الولد المفروض انه هو الشايب اللي يسال. فما صح ما فتح عيونه في البدايه وذا يقول يا مافيا افتح. حتى اني انا شكيت انا عندي الشايب. انا شكيت اني انا جاسوس وانا مضيع. حتى كنت بفتح عيني كنت بتنقلب اللعبه فوق تحت لو اني فتح عيني وسبته طبعا. انا اساسا كنت بقول له عيد. كنت الجاسوس اللي معي مضيع والقاتل اللي معي مضيع يا فجر. فهذا الشيء خلى الصص يجي على المري بس خطا مطبعي صار. طيب بتكلم تكلم عشان تطلع انت يلا. صراحه احمد اول راوند هو اللي شكيت بول باقي ما شكيت خلاص. اول راوند يوم سالفتي مع الطلحي المفروض انه يصدقه ما تجي بباله وقلتها بعدين بس المري وراشد الفايت اللي جاوا نسيت احمد اي خلاص الغلط خلينا. الغلط صار فايت بين راشد ومري اي خلاص المري انا قلت في الشات حتى كنت اتكلم في الشات قلت اللحظه اللي المري وراشد قلبوا على بعض طبعا ما يلام المري لان راشد صوت عليه ولا راشد يلام بعد ولا راشد يلام شك فيه انا اللي برن وصل لي وش اسوي فخلاص طلب انا مش بكف في بعض ونسوا هذا وخلصت على الشيخ وخلص وتعمدك ماجد والله العظيم لو اعطاني فرصه قرب المايك معاذ لو عطاني ذيك الفرصه بس هذا يشتغل لا فرصه تمرين تخيل انا من اول ما لفيت عليه اعطيته نظره قلت طيب معلي خلينا نسمع تركي خليت تركي يخلص قلت ابغى الدور بس يجيني بقول ان احمد راح على طول تصويت ما قدرت اتكلم لا طولت من عاد الحكم انا قاعد برا ان احمد دريد مصلعه احمد بس اني ما قدرت خلاص قالوا لي تصويت حكم عادي يا عيال انا عندي سؤال مهم المري راوندي جيمين انت الطبيب مو ولا مره حميت مو طبيعي وش الطبيب الفاحشن ولا مره والله انك ظالم يا اخوان انت كل حميت بالجوله الاولى يحمي نفسه لا شباب اكثر شيء ساعدني فيه المري يوم تكلم قال انا الدكتور حميت مسفر قلت خلاص مسفر جهز رقبتك الله يرضى عليك مضمون الكل لأن مسفر شك فيه فكان لازم يخلص تفضلت لها ممكن انا طبعا اعترف اني يا جماعه غلطت في البدايه لكن انا اعرف الانطباعات هذه او الحركات اللي يصير في خلاف او تاخير بين المافيا يعني عاده يكون جبت ابراهيم بس جبت العيد في المر اي لكن ليش انا عكت بعدين رحت على ابو خليفه التصويت انه هو جاب العيد وتكلم هنا راشد قبطة وانا عرفت ان راشد احد طبق قبطة انه راشد مسفر قبطني لا انا مش على فكره انا كنت بسال عن راشد وببريه بعدين بقول ترى اثنينكم مواطنين وانا معاكم هذا اللي كنت بسويه ومري بعد هو عارف ومري هو يسمع لراشد كلام يعني المفروض يا المري انك انت مو قنب كلام راشد صح لاني انا صوت مافيا والله تحليلاتي كانت كلها صح مشيت ابو خليل وكان المفروض اني امشي احمد لكن باءت بالفشل يوم قال دكتوره وحميت مسفر هذا ليت راشد السكين على طول ليت راشد يوم صوتنا عليه حما نفسه وذكر اني قايل مواطن نسيته تكلم طيب ليت يا حما بضيف اضافه بسيطه احمد تدري كنت بتخسر على طول ليش لو انك ما طلعت ماجد في ذاك الراوند ماجد سال عنك سعد عن ابراهيم او سال عن ابراهيم لا ابراهيم كان خاص بك اول من شايب سال عن ما يطل لا انا شفت انا خلاص يعني كنت الجوله ذي بعترف بقول انا الشايب هذا مواطن ابراهيم مافيا وخلاص بتكون عصبه وبنصيد كنت شاك في ذا انا وشاك في اخوي ترى على فكره انزلقت لاني كنت اقول يمكن مري واحمد او المري ابراهيم والمري او المري وفعلا كلام الطلحي صحيح ترى ان اللي يتنابشون دائما هم الثلاثه ذا اثنين ذي مع بعض وذا مع ابراهيم وابراهيم مع احمد اي فانا شاك في الثلاثه زي الطلحي بس اني ابي اسال بس فكنت بسال حتى عند راشد وببريه وبعدين بقول ترى احنا بس غيرت في اخر لحظه قلت ابراهيم ابي اسال ابراهيم طبعا انت ما شفت اشارتي انا اشرت على ابراهيم بصبعي من ورا بس الحقير حسب حركتي مثلا انا ما انتبه الاولى انا حسيت فيك اساسا انا عيني انا غلط غلطتين الاولى يوم قلت الشايب اذا انت موجود تتكلم اظني ما اتكلم ما قلت زي كذا اي ذي تكشف صح لان انا كشفت ان انا مو شايب المفروض اني اقول انا الشايب لان انا ادري انك انت شايب كان بريت نفسك من البدايه فالمفروض اني قلت انا شايب وسالت ما حد يقدر يكذبني صحيح فهذا كان هذا غلطتي الاولى الثانيه يوم اني شكيت في الاثنين مفروض ما شكيت ما قلت انه ترى احد يحمل قلت انا ابي ازيد شبهات بس انقلب ضدي معناته قلت انك الغراب والله بس اي ما مشكله طفت الزين بس نوقف التسجيل بس اخر تعليق انا بس صار وشو
كنا جينا على القاتلة الثانية، أنا كنت أبي مسفر، راس مسفر من البداية بيه. زين ماجد إبراهيم قاعد يأشر على ماجد، والله قايل لك كله باتمان. الراوند الثاني ليش تأخرنا في التصويت؟ عشان كان إبراهيم أخوي أشر على ماجد وأنا أشر على مسفر. يبقى حال خلنا نقطع مسفر، خلنا نطلع مسفر ذا ما شاء الله عليه ما شلون تفكيره يصيد. أشوفه مصر على ماجد، قلت شكله شكل ماجد جاسوس وهو شايب. فكرت فيها صراحة إني وشايب، قلت يلا ماجد ماجد وإيش والحمد لله ضبطت معه. على العموم كذا كنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مافيا، إن شاء الله كنت مبسوط فيها، راح تنزل على قناتنا على اليوتيوب بإذن الله قريبا، بس يسوي لها مونتاج ونظبطها. وفي الختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير، ونشوفكم على خير.